ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شهدت منطقة تبين جراف بالحدود المغربية الجزائرية أفراحا واحتفالات في الضفتين عقب بلوغ منتخب الجزائر نهائي أمم إفريقيا مصر بانتصاره على نيجيريا بهدفين لهدف. وأقدم مغاربة على مشاركة الجزائريين احتفالاتهم إذ باتت منطقة تبين جراف همزة وصل بين الشعبين للتعبير عن مدى ارتباطهم الوطيد ووقوف كل واحد منهما في جانب الآخر. ونجح الجزائر في تجاوز عقبة نيجيريا أمس أحد إذ بات يفصله عن رفع الكأس القارية مباراة واحدة أمام منتخب السنغال الذي نجح هو الآخر في إسقاط المنتخب التونسي بهدف دون رد ومواصلة حلمه في تحقيق اللقب الأول في تاريخه. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.